شنو الشعور ديالك اليوم منتخب فرحانين اخي بزاف الحبيب الغنجاوي تبارك الله عليكم وتبارك الله على المنتخب وعلى كل شيء. شنو اللي ساعدك كتوجه اللاعب شنو كتقول لهم برافو ليهم اخي الله يعطيهم الصحه اخي والله العظيم الله فرحونا اخي الله يفرحهم ونتمنوا يكملوا في هذه المسيره ديالهم رائعه اخي ان شاء الله. شكرا بالصلاه حبيبي. شنو الشعور ديالك اليوم منتخب غلب ديالنا بلي حنا فرحانين وحنا ديما مع اسود الاطلس وديما مروكو احنا معكم في الحلوه. شكرا. اول مره مغاربه يفرحونا اخا والله العظيم هذاك السيد ماركا الجول ثاني عنده الجامع ضروري يماركيها فهمتيني. شنو السيد هذا كتقول لاعب شنو كتقول لاعب بس كبير يعني ما يطلع لهمش المورال بزاف ويركزوا ان شاء الله مربوحه فهمتيني. نقول لهم برافو زيدوا كملوا زيدوا في النشاط ديالكم وفي الكره ديالكم وخدموا مزيان باش تكونوا ان شاء الله في الراس ان شاء الله. اكبر تحيه للمغاربه وحق الله العظيم داروا داكشي اللي بجهدهم ونتمنوا الخير ان شاء الله لقدام وشكرا ديما مغرب وديما مغرب رائع اداء في المستوى ونتمنى ان شاء الله في المباراه الاخيره وندوزوا الدور النقدي ان شاء الله. شكرا بزاف فرحونا فرحونا تبارك الله عليهم. اداء رائع منتخب شرفنا هزمنا بلجيكا وصلنا للتصنيف الاواعي ديال العالم هزمناها الحمد لله ومبروك علينا. حنا يا فرحانين بزاف بزاف ما كناش متوقعين اصلا صراحه الله بعد الفوز ولكن صراحه كانت واحد الوصفه لا توصف. صراحه فرحان بزاف داكشي كان عالمي داكشي بروفيسيونيل انا فرحانين شوف الاجواء كيفاش واعره كلشي فرحان بما المغرب. اداء ديال المنتخب احسن اداء عملوا اليوم صراحه بهرنا كاملين بينا ما كناش متوقعين هذه النتيجه 2-0 مع بلجيكا راه ماشي سهله والحمد لله اللي وصلنا لهذه المرحله ويا ربي ويا ربي قول امين يا ربي تعالوا ان شاء الله يا ربي امين اطلعوا قاتلوا ما طلعوش اكيد اطلعوا ان شاء الله يا ربي. خوا شوف انا الاداء ديال المنتخب كان رائع جدا الحمد لله وانا فرحان بزاف عندي جوج فرحات الاولى هي تلاقيت بزاف ديال الناس كنعرفهم اليوم وثاني حاجه هو منتخب فرحنا بواحد شوف شوف اصاحبي وقع الروينه اهم حاجه نقول للعابه وتبارك الله عليهم فريمون تبارك الله عليهم حيت حتى في الفراشه كنتفرجوا كنحس بهم نادم كيتقاتل اصاحبي باش انه يفرحنا والله شكرا بزاف شكرا بزاف. احتفالات عارمه وصخب كبير وسط الجماهير المغربيه احتفاء بانجاز الاسود وبانتصارهم على المنتخب البلجيكي بهدفين دون رد. انتصار سيفتح شهيه كتيبه المدرب وليد الركراكي على تحقيق الانتصار في المواجهه المقبله امام كندا والتاهل الى الدور الثاني. محمد بن موسى سفيا العشاء طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.